السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد يتعلق بالطعمه. ان شاء الله غادي نديروا هذا الفيديو للرياسه. يلا غيتعلموا يعني يضربوا الطعمه، غنوريهم كيفاش يضربوا الطعمه. المرحله الاولى، المهم الماتريال راه باين ديال الاحساب، الطعمه ديال الحمراء راه باين. الشبكه والكراط، الكراط من الاحسن يكون عندك بحال الكراط، والشبكه تكون كبيره شويه باش تهبط الرمله. وبالنسبه للربيعه اللي كتبر فيها الدوده، من الاحسن تضرب ربيعه اللي فيها الكحل والبيض، الكحل والخضر. من الاحسن تضرب ربيعه اللي فيها الكحل والخضر بحال هاد الربيعه، يعني فيها الكحل والخضر. شتيها هادي كتبقى فيها الدوده 3 ايام حتى 4 ايام، الدوده كتبقى حتى 4 ايام، خاصها غير الربيعه تغسل مزيان تنشفها من الماء. واحسن دوده هي ديال هاد البلاصه هادي اللي فيها السطوحه، كتكون دوده قاصحه ماشي بحال دوده ديال الرمل. يعني هاد الدوده ديال السيد عبد الله بن الحاج عين السبع معروفه على هاد الرياسه كامل، يعني كيبغيوها. واخا كتكون قليله شويه ولكن راه دوده حمراء زوينه. غنضربو دابا الربيعه من حجر الباطو، على السبو حجر الباطو. كانت في الستينات، كان في الستينات واحد الباطو كان حصل هنايا، من حصل بغى يخرجوا السلعه ما لقاوش كيف يجي يديروا لها، جابوا هذا الحجر، داروه هنايا في الطريق باش يخرجوا السلعه. واش سبحان الله العظيم الحجر هذا هو ناض فيه الربيع، ناض فيه بوزروق، ناض فيه السبوع العبد الداخل، يعني ولات فيه بزاف ديال يعني الرياسه كيعاودوا يضربوا منه بزاف، فيه الروطال، فيه جميع انواع ديال الصدفيات البحر. دابا غنكملوا المهم الموضوع ديالنا. الدوده حمراء غنضربوها ونشوفوا بعدا شي بالله ان شاء الله. انا لحقاش غنضرب كونتي تي، لا حقاش عندي الرياسه كليا ديولي كيبغوا الدوده، يعني غادي نضرب كونتي تي ديال الدوده. غادي نضرب هنا يعني خاصني نصيد واحد السط رياسه ولا سط رياسه. هاهي الربيعة مزيانة، هادي ديال حجر الباطر معروفة، هاهي كتهودها كتجري. ساهل هادشي اللي كيطيح، مكنعاودش نجمعو لحقاش، كاين الحوت كياكلو فهمت، كتولي بلاصة فيها مسرح زوين. ملي كيطيح داك الربيع كل مسرح زوين، لا ما كتعاود تضرب. دابا غنزيدو شويه الكحله، الخضر ضربنا منه بزاف، قلبوا عليه شويه. هي احسن باش كتبقى الدوده مزيانه، كتضرب كحله والخضره باش تبقى الدوده مزيانه. الدوده ديال السيد عبد الله بن الحاج راه معروفه عند الرياسه، غيشوفوا ان شاء الله هذا الفيديو ويكتبوا لي في التعليق. يعني احسن دوده هي هذه، ماشي بحال ديال الرمل. ديال الرمل غليظه شويه ولكن كتقرب وما كتسبحش، هذه راه كتبقى عندك الا شاطت لك راه كتبقى. هاهي خلطناها بالكحل، غنوريكم الطريقه كيفاش نغسلوها. طريقه سهله كامل، شو على الشبكه كبيره باش ما تعيقش، كتغسل كل شيء بخطر. شيء ضمن كتعود كتجري بخطر. الحار دابا غادي يا اخوة، نشوفوا نغسلوا الربيعة. اخوة لينا شوية الدودة، لحقاش الدودة خاص اخوة عليها شوية. كنجي انا في البحر يكون باقي شويه، يلاه غادي كيخوى ماشي يلاه يلاه. دابا تجي في تضرب الربيعه وتغسلها وتقادها حتى كيخوى. هاد البلاصه راه معروفه عند الرياسه، راه اللي غايشوف هاد الفيديو غادي يكتبها في التعليق، عرف هاد البلاصه. يعني راه احسن دوده هي ديال السيد عبد الله بن الحاج، دوده حمراء كيوصونا على الرياسه. عندنا كليه الحمد لله، بعض المرات راه كيبغوها كاع ما كنلقاوها كاع. تحية لولاد الدرب ولا سيد عبد الله بن الحاج، ما
الرياسة. دابا ها انتم كيف كتشوفوا هاي تغسلت، ما بقات فيها لا لا رمله لا حتى شي حاجه، بعدا لان الشبكه عيون ديالها كبار، كيكونوا الشبكه عيون ديالها كبار، كتهبط الرمله وتهبط كل شيء. لحقاش انا غنخدم على الكونتيتي، ما غنخدمش انا على بكيه. كتغسل الطاسه مزيان لحقاش ما يكونش فيها الرمله ولا سميتو، كتعصر مزيان الربيع. بالنسبة للرئيس واحد راه غيديرها باكية، انا حقاش كنخدم انا الكونتيتي على حساب الكلية. ان شاء الله غندوزو مرحلة بمرحلة، المرحلة الاولى هي هذه، والمرحلة الثانية غنضرب الدودة. الطريقة كيفاش كنخدمو، ما كنخدموش حنا بكادومو ولا بالا، لحقاش كاين الحجر هنا، فهمتي؟ الحجر ما تخدمش به، وما كنعرفوش نخدمو لان البالا وسميتو والكادومة اصلا كي كتخش الدودة كتقردها، حنا مول فيك نخدمو بيدينا فهمتي. المهم الطريقة هي باش كنخدمو حنايا معروفة، حتى لاخر وكتوصل ديك الرملة كتحيدها من الفوق، كتبقى الفوق الرملة. دابا الدودة ملي كتلوحها راه كتهون الرملة كتعزل. كما قلت لكم هذه راه هي احسن دودة ديال الحجر، كتكون قاصحة وحمر، احسن من ديال الرملة معروفة عندك ليان ديالها، واخا راه كتكون قليلة شوية ولكن كتكون محواتها هذه الدودة حمراء هذه معروفة عند الرياسة كامل ديالها. انا الدودة الحمراء اللي كيقول لها الزنيتية يعني فيها جوج انواع، فيها ديال الرمل وفيها ديال الحجر. لو ولفنا دابا بحال هكا يعني عادي، ما عندناش مشكل. بالنسبه اللي غيخدم بيدو يكون مبتدئ خصو حدا يديه، حنا ولفنا يعني راه ملي كتكون مداومه واحد الخدمه مداومه ما كتبقاش يعني راك تولي كتجيك عادي، فهمتي؟ يا محمد ضغط ان شاء الله نكملوا الجميع ديال الدودة. في الاخر غادي نوريكم كيفاش هذه. دابا انا نخليها حتى ربع ايام، تبقى عندي حتى ربع ايام 30. ومن الاحسن الدودة ما تعمرك ديرها في الثلاجة، الثلاجة كتقتل الدودة، يعني هذيك البرودية اللي كتاخذ من الثلاجة كتعاود ترجع لها سخونية تتقرب. كديرها في شي بلاصة باردة في الدار، شي بلاصة باردة شي شيفون، يعني ديما تنشفها من الماء شيفون، خدمات فيه الدوده تبقى فيه حتى 4 ايام 3 ايام كتبقى. وهذه اصلا الدوده ديال الاستاذ عبد الحاج ما كايناش في شي بلاصه، دايره معروفه عند الرياسه كاملين. الدوده ديال الاستاذ عبد الحاج احسن دوده واقصح دوده هي ديال الاستاذ عبد الحاج، ما كطيرش من الصناره، هي بقى شاده في الصناره لان كابره غير في الحجر. انا كنفضل هذه الخدمه هذه تقريبا كاع الرياسه كيفضلوها. مره مره كترشب الماء هكا باش كتهود الدود، يعني كتضرب الدوده بحدها وكتخليها حتى الاخر عاد كديرها في الربيع، هذيك ما خدمه ما والو، هذيك
كتقرر الدولة يعني ملي كتشدها وكتبدا تلحفها في تشيل لها من الرملة وكتبدا تلحفها في الطاسة كتبدا تقرر الدولة تولي كلها مقرر وكا خدمة أحسن خدمة هي هادي دابا غتبقى على الرملة الفوق ومن بعد غنحيدو حنا هاديك الرملة هادي أحسن خدمة هي هادي كتقرد من هو كتبقى الدودة مزيان شوف شوف بلاصة أخرى أنا باقي واحد شوية خصني باقي شوية غادي ما خواش باش خوي لحق دابا علاش هوت بكري شوية كتحت الظلمة خصك تكمل واحد شوية بكري لأن عندي غادي يكون شي ديال الرياضة خصها تصفر الحرب زر شوية باقي الحرب خاصة واحد الساعة ونص الصوص هذه كم الخويط الصوص يس خويط المهم ان شاء الله غادي نكملوا الحفير نكملوا جميع الطعمه وغنوريكم الفواكه كيف دايرين ها انتما شوفوا الطريقه انا كنحفر وشنو هو يعني كانت تحت يعني شي واحد الفرما عارفش غتدخل لي فيه يعني سبحان الله العظيم حنا ولفنا الزيجه عادي بعض المرات الدجاج والله العظيم الدجاج كتهزو في يدك وعادي ما كيمسك ما والو نحط معايا الغانج بعض المرات على قبل هاك نبغى نضرب بيت نحط معايا الغانج على قبل شي روطاله ولا شي دابا بانت واحد الحريشه كبيره تبارك الله ها هو راه نشوفوا معاها فرتكتها الغار صغير وهي كبيره هادي راه عرفتي هاد الحريشه هادي حتى هي طعم الحوت كتضربها زريقه واعره الطعم الحريشه راه معروفه والماكله اللي بغى ياكل انا غادي نديها ناكل لحقاش عندي شي حاجه غنزيدها لها المهم الخوت الحصيله اللي حصلنا على هذه الطعمه كملناهم دابا دابا ملي كتكملها كدير لها بحال هكا هذيك الرمله كامله شوف هذيك الرمله كامله كطيحها بوحدها وهذه احسن الخدمه ديال الدوده بلا ما دير الدوده هي الاولى عاد ديرها في الربيع كتقرد انت الرمله كتحيدها بحالها والدوده هي كامله لتحت ها هي الدوده كامله كتعود لتحت صافي ملي كطلع كتحيدها من الطويس الا كانوا غادي تبيتهم كديرهم غير في شيفون ولا شي حاجه كتحيد منهم هذا الماء ما تخلمش الطويس ديالهم وبالنسبه ل حريشه ها حريشه حريشه اللي بغى زريقه حتى هي طعمه زوينه زريقه وكتكال حتى هي وهذه فرفاره كتموت على زريقه هذه والدوده حمراء راه معروفه هي اللي كتضرب اكثر انواع ديال الحوت الشرغوط ضرب برادات ضرب شيليات ضرب بزاف ديال الانواع وهذه كتضرب زريقه طاح فيها وكت عزيزه عليها كطيح فيها كتضربها وهذا الكراب كرابه صغيره هذا هو بقاول كرابه تاع صغار وبطاطا ضربنا واحد شويه بطاطا هذه اللي حال بحال هذه ما ضربتهاش من بلاصتها ان شاء الله تكون مريه مع البحر دابا ما خاويش وغادي نخدم عليها غنضربها من بلاصتها باش تشوفوهم هذه اللي حال بحال باش تكون مليوحه كيموت على الشرغوت هي ومن كيكون البحر حرش كيصيدوا بها الرياسه بعض المرات راك تبغيها كاع ما كتلقاها كاع من الاحسن منك تكون الماريه الانسان ياخذها لكان ديما غيصيد بها ياخذها ويديرها في الفريغو كتبقى كتضرب واحد المده في الفريغو ماشي مشكل الطريقه ديالها باش كتجبدوها بحال هكا ساهله في الطريقه ديالها كديرها في الفريغو كديرها في قرعه وكتبقى المهم راه شي نهار ان شاء الله شي فيديو جديد شي
فيديو شي فيديو جديد ماشي مشكل اخر الاخر ان شاء الله ملي غتكون الماريه ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش كنخدموا عليها من بلاصتها كتبان لك حمرا حيه من بلاصتها هذه دابا لايحه البحر يعني قديمه شويه بعد مرات الحوت راه كيبغيها هذه القديمه تا وزهرك بعد مرات راه كيبغيها جديده ماهيش لك هذه وبعد مرات كيبغي القديمه وما يبغيش لك جديده هادو رويسات صغار هذا المهم كنتمنوا يعجبكم هذا الفيديو واللي عجبو هذا الفيديو يدير اشتراك للقناه باش يوصلوا الجديد المونتاج